أحبائي حبيبتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا معكم مرة أخرى في درس جديد من دروس التربية التشكيلية والمستوى الثاني ابتدائي وكتاب المنير في التربية التشكيلية. اليوم عندنا الدرس السادس عشر وهي الأشكال الهندسية: المربع، المستطيل، المثلث والدائرة. عندنا جميع الأشكال الهندسية. إذا كما كتشوفوا عندنا هذه الصورة، هذه عبارة عن مسجد ومنزل وأشجار وشميشة، هي شرقة غزالة صفرة إن شاء الله. وكيقولوا لنا عملوا مثلا هنا واحد الإبداع ديالنا من راسنا، غنعملوه الراسنا وغادي نعدلو فيه حتى هو الشميشة، ونعدلو فيه حتى حنا التلصيق باستعمال الورق الملون. شنو غادي نعملو؟ غنبداو بهاد الشميشة إن شاء الله. كيفاش غنعملو؟ غنشبرو الورق الأصفر، ها هو ياك، وغنشبرو شي حاجه مدوره كما كانت عندي. هاد المنجره غندور بها، ما عندي شي 5 دراهم مثالي ومن نعطيوها لي. ما عندكم شي مثلا اي حاجه مدوره صغيره، وغادي ندورو على الورق الملون باش نقطعوه ونلصقوه هاد الشكل. هذا الشكل هذا ونقطعوه ونلصقوه. انا كنفضل انكم ما تقطعوش الاوراق اللي في الاخر ديال الكتاب، واخا هما كيقولوا لكم قطعوا الاوراق اللي في الاخر ديال الكتاب، ولكن انا كنفضل انكم ما تقطعوش الاوراق اللي في الاخر ديال الكتاب، وتستخدموا في عوض منهم الاوراق يعني اللاصقه اللي هي الورق القومي، او كيقولوا له بابي قومي اللي هو كيلصق بوحديته. تفهمنا؟ غنزولوا له اللصقه، هذا اصلا كيلصق بوحدو ما تحتاجوش ان نلصق. غنزولوا له ديك لا بارتي اللوريه، وغنلصقوا الشميشه ديالنا فين ما بغينا. ها حنا غنلصقوها ها فينا، غنلصقوها فين ما بغينا. لصقنا الشميشه ديالنا، بغينا نعدلو بحال هذه غنعدلو بحال هذه، ما بغيناش ما نعدلوش. اذا شنو غنعملو حنايا؟ غنشبرو مثلا شملة لون بني، ناخدو مثلا اي لون، ناخدو حتى حنا هذا مالنا، ناخدو هذا ونقطعو طويوها على جوج. انا نوريكم غير الطريقة وانتم كملوا على العمل ديالكم، صافي نوريكم غير الطريقة، نعدل لكم غير نموذج واحد وانتم كملوه بحال هيدا. يعني ما غتحتاج لا مسطرة لا والو، غير عوطة مزيان ومن بعد قطعها هيدا بهذا الشكل هذا، قطعو مزيان. عفوا، عاود حتى هو غيمحلنا، عاد غيزولنا ديك الكاغيط اللوري. ها هو زال، غنجيو غنلصقوه مثلا هنايا، غنجيبو شي لون اخر مفتوح عليه ولا مغلوق عليه ولا اللي بغينا، وغادي ناخدو المثلث، غادي نوزنوه غنوزنوه 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 بحال هادشي هدا، غنوزنوه من هنا وغنوزنوه من هنا، وغادي نقطعوه فين داك المقص في قيمة المقص، غنقطعوه على حد الوزن اللي وزننا حنايا. ها هو عاود ثاني، ساهل ماهل، ماشي شي حاجه صعيبه. ها هو نلصقوه هنايا، هاد الشكل هذا. نجيبو شي مستطيل اسود نعملو هنا في حلبة، وصافي وحنايا كنشتغلو بالطريقه ديالنا العاديه بحال دائما. نشوفوا الا كاين شي ورق بني ما كاينش، نستعملوا اي لون، ولكن نتوما عدلوا البني. فهمتوا دابا كيفاش؟ دابا انا الا ما توفر لي شي البني غنستعمل اي لون، بحق نتوما استعملوا البني. الخضيدر ها هو، الصفيفر ها هو باقي عندنا، الاسود الاسود. غناخذ واحد المستطيل ستيتو، شي اشرف على البني الا سبتينا شي بني كما كان بحال هادو، يعني نعدلو به الشجيرات.
ها هو غنعدلو حنايا البويبه ديالنا هنايا، ماشي ضروري نرسمو هادشي كامل، يكفي اننا نعدلو الشجيرات. ما كاينش البني، ايوه البني ها هو، واخا ما كيلصقش بحق حنا غنلصقوه باللصاق، راه اشرف ديك اللصاق يا ولدي. هنا كيقولوا لك الدائره، ولكن الشجره ماشي ضروري كتكون دائره، يعني غنعدلو لها حنايا الدائره ديالنا بالطريقه ديالنا غابيدنا، لان هما كيقولوا لك الدائره ما كيقولكش الدائره يعني جيبها مضبوطه. احنا شويه با ديالي شويه اشرف، واحد التلميذ ديالي اللي هو حلو حلو بحال السكر، انا عندي هذا التلميذ هذا حلو بحال عسل. غنعملوا الشجيره ديالنا هنايا، ماشي ضروري تعمل هذا الشيء كامل ابني ولا بنتي، ماشي ضروري ياك اشرف، ماشي ضروري. هو هنا عطاك غير النموذج، وحنا غنعدلو النموذج ديالنا اش دخلنا فيهم حنايا، نقطعو واحد المستطيل طويل. اللي بغى يكملها يكملها، اللي بغى يكملها يكملها، اللي عنده الوقت وبغى يستافد يكملها. غنعدلو هذا الاغصان، لاحظ اشرف كيفاش كنعدل الاغصان، شوف كنلعب وصافي بالمقاس، شفتي ماشي شي حاجه كبيره. وهنا غنطلع الشجيره هايده، غنعوجو باباها كامل اشرف منا، ها هي. وهنا عاوتاني نفس المنظر، غنطلعوها هايده القطوط كاين نقزو اشرف، ها حنا بهاد الطريقه هادي شفتو، وغنعدلوها سهله بزاف. برافو عليك، ملي كتقول سهله يعني غتعلم لها، اللي كيقولها صعيبه وما كنفهمش وما كان عمره ما غيتعلم، صدقني يا ابني الحبيب، انا الا بقيتي كتقول صعيبه وما نفهمش وما خصنيش نعدلها ما عمرك غتعلم. واخا تعدلها مرونه مهم عدلها، فهمتي؟ واخا تعدلها عوجه ماشي ضروري تعدلها معاوطه. ها حنا شوف الشجيره ديالنا كتحمق، شفتو عادي، ممكن نعدل شجيره اخرى، ممكن نعدل الطيور، ممكن نعدل اللي بغيت، اللي رشق لي نعدلو غنعدلو هنايا. هذه هي الطريقه ديالنا ضد التلصيق، عاديه ماشي ضروري تجيب هادشي كامل، ماشي ضروري انك تينا تعمره باش تبان مزيونه، هي جات حلوه وكتيكتها الدار والشجيره. رشقت لي نعدل مثلا السحب، نشوفو شي لون رمادي ونعدلو السحب. شوفوا اشرف معاك اللون الرمادي، شوف كنجيبو شي لون رمادي رمادي، شي لون رمادي لا باقي شي لون هذا رمادي مغلق، واخا ماشي مشكل، نقطعو طريف. ها ها هذا اللي عنده رمادي مغلق، هذا اللي عنده اه بحال غنعملو السحب، المهم غير اللون وصافي. ها السحب غنعدلو السحب، حتى حنا هاد السحبه هادي غطيح علينا الشتا، المهم ما يتلصقوها هزو المدوله. كضحك ياك اشرف، اش كضحك اشرف؟ شنو يطيح عليهم الشتا؟ ها الشمس كتغطى بالسحب، ها اش عندك؟ ها السحب مالك؟ غنوريكم واحد اللعيبه حلوه، راه ديك الورق المقوى كحل، الورق المقوى مقوى ماشي هذا اللي لاصق، لان هذا اللاصق الا قطعنا واحد واحد هذاك ستيتو ما كيبغيش يلصق، ما كيبغيش يزول من ديك المشكل، لا هذاك كيلصق بوحدو ياك. بالحق احنا غنعد واحد اللعيبه ستيتو، الا مشينا نزولوا لهذيك اللصاقه ديال اللوري ديالها ما كتبغيش تزول هيدا ستيتو، فهمتي؟ كتحل شغل هادو الفعايل عندكم، تشكموا بيا شي استاذ. ها هي اللصاق ديالنا، ها هو اللصاق ديالنا، نعملو الطوير ماشي مال بعيد الطويرات، شتي شتي الطوير سهلة ماشي صعيبة. الراس بلا ما لا لا ما هو بعيد ما كيبانش فيه الراس، الراس هو هذاك كنقول الراس. تلفتيني يا أشرف، وليت كندخل ونخرج في العام، شتي على حلاوة. باقي إلا بغينا نزيدو، اللي بغينا نزيدوه نزيدوه، يعني ما عنديش شي مشكل. المهم كتسمى حنا عملنا المستطيل، عملنا المثلث، عملنا الدائرة، ها هي باقي نزيدو المربع إلا بغيتو تزيدو المربع، ما بغيتوش ما تزيدوش،
بغيتو تعملوا مثلا شي سمعه طالعه عملوها، بغيتو تعملوا بحال هذه عملوها. المهم المربع، المربع حنا شنو نعملو؟ نشبرو اللون الاصفر، رجعنا الروينه هنا اشرف، شي مشكل ياك؟ المهم غنستافدو، هذا هو اهم حاجه ياك. شبرت واحد المربع صفيفر، غنعدل لكم السرج مشعل فيه الضوء، ستيتو على قد الدار ديالنا. بحق هاد المولد هاد الدار هذا قال لك انا ما تبنيليش الدار بلا سراج كبار، خصو الهواء. ها حنا ها المربع، يلا شنو عاود؟ قول ما عدلنا شي المربع اشرف، قول ما عدلنا شي المربع. عدلنا ها المربع، ها المستطيل، ها المستطيل، ها المثلث، ها الدائره، ها شنو قالوا لنا هنايا؟ ما زدينا ما نقصنا، صافي. ايوا هادشي هذا هو الدرياس ديالنا اليوم احبائي حبيباتي. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. حنا غنجمعوا انا واشرف هاد التوازن اللي عملنا هنايا، هاد الروينه هنا باش ما تضحكوش علينا تقولوا حنا خلينا الروينه. ولنا عوده معكم مره اخرى غدا ان شاء الله في درس جديد من دروس التربيه التشكيليه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.